يقول: ما معنى قوله تعالى لا إكراه في الدين؟ لأن بعض الطوائف الضالة الكافرة يقولون لا إكراه في الدين بمعنى أن الإنسان لو ترك الصلاة أو الزكاة أو أي شيء من فرائض الإسلام ليس عليه شيء لأنه لا إكراه في الدين. ليس معنى أنه يباح ترك الصلاة ترك الزكاة، وما ومعنى لا إكراه في الدين، بعض العلماء يرى أن هذا كان في أول الأمر قبل أن يفرض الجهاد، فلما فرض الجهاد نسخت هذه الآية. وبعض العلماء يقول لا، الآية ليست منسوخة، ولكن معناها أن لا أحد يملك هداية القلوب، إن الذي يملك هداية القلوب هو الله جل وعلا. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. معنى لا إكراه في الدين أن لا أحد يستطيع أنه يجبر الإنسان على قبول الحق في قلبه ودخول الإيمان في قلبه، هذا بيد الله سبحانه وتعالى.